هاي أحبابي، كيفكن؟ اليوم أنا رح أعمل كابسي. مثل ما شايفين نحنا عنا هون بصل، عنا فليفلة صفرة، فيكن أنتو تحطوا فليفلة صفرة، خضرة، حمرة، اللي أنتو اللي بتحبوا، بس أنا اليوم حابة أعمل بالفليفلة الصفرة. عندي هون أنا عندي جزر، بازيلا، وعندي اللوبيا. اوكي، وانا عندي هون الكاجو واللوز اكيد، وانا عندي هون كبايه رز. انا رح اعمل 3 كبايات ونص، انا مجهزيتهم هون بالجات. هلا رح بشر انا بعمله، وانا هلا رح اغسل الرزات وبلش قلي بالبصل. بس قبل ما اقلي البصل رح بلش بقلي اللوز والكاجو. احضيف اللوز اكيد بطنجرة الكبسة رح اعملها. مش رح احضيف اللوز، حتى يستوي. إذا حتى يحمر شوي نشيله. هلا رح نشيله. وهلا رح اضيف الكاجو. برجع بحط فوق هون البصل. تغلي الكاجو بيستوي. هيك بتصير طعمة الرز بقلب الكاجو. وهلا انا رح اضيف فوقهم البصل، حطهم على جنب. رح اضيف البصل لحد اول ما يحمروا، بضيف الفلايفل وبضيف البازيلا والجزر واللوبيا. خلي حتى يستووا يحمروا بالنار. وهلا بس احمرت رح اضيف الفلايفلة. خليت حتى ينقلوا كل الكلمة. هلا شو ينقلوا؟ وهلا من بعد ما دبلت كتير منيح رح ضيف الرز. اكيد لما نقالوا كلهم كتير منيح مع بعض رح ضيف الرز. مثل ما ذكرت انا رح اعمل 4 كبايات، اذا كان 4 كبايات بدهم 8 كبايات مي، اذا 3 كبايات ونص نعمل
7 كبايات. اوكي هلا انا رح نضيف الزيت. رح نضيف كمان هلا رح احرقهم. في منهم ما بيحطوا العقدة صفرة، انا بحبها تكون الكبسة كتير صفرة، فرح ضيف هلا بعد ما انا احرقهم منيح رح ضيف العقدة الصفرة والكبسة بهار الكبسة. اوكي ورح ضيف قرصان ماجي كمان، واكيد رح ضيف الملح واحرقهم. هلا انا رح ضيف المي. بسم الله. رح نحكركن كلهم ببعض. اول ما يغلو اول غلوة بدنا نخفف النار تحتن. احبائي ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم مني كل شي جديد، ما تنسوا دعمي باللايك. هلا انا رح اترككن حتى يغلو، بسكر الغطاء من فوق. هلا هن خلصوا هيكون ما شاء الله. هلا انا رح اسف بوب البسطه. هلا احبائي انا خلصته، ريتو الف صحه وهنا. هلا انا حاطت الدجاج فوقهم، هلا بس بدي اضيف فوقهم بعد الكاجو واللوز مثل ما شايفين. وهلا صار في الكوريتو الف صحة وهنا، ما تنسوا اللايك والاشتراك بقناتي احبائي. وهلا صار بدي ودعكم، باي باي. اكيد انا عاملة حدون الدجاج وعاملة فتوشكا من حدون.